زي كل يوم أربع بيبقى دايما عندنا فقرة مميزة. النهاردة هنشوف نموذج من بنات مصر قررت تفكر برا الصندوق، وبدل ما تقعد في بيتها حط ايديها على خدها، لا قررت انها تتحدى الصعوبات وتنزل على عربية أكل صيني. لا كشري ولا طعمية ولا فول، لا ده أكل صيني. ريهام صفوت نموذج من البنت المصرية اللي قررت تنزل الشارع ومهمهاش. أنا طبعا يعني هنسألها هل بتتعاكس، حد بيضايقها؟ أكيد 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 الناس بتشوفها كده، إيه اللي واقفة على العربية دي؟ زي كريهام، أهلا بحضرتك، منورانا. ميرسي. قبل ما نتعرف عليكي هنسألك أول سؤال، أنت إيه رأيك في الست المصرية اللي بتقصف عمر الراجل؟ ست؟ لا طبعا، هو في ست مصريه بتقصف عمر الراجل؟ الله عليك يا ريهام، الله عليك. ست مصريه دي جميله بالعكس، دي انا بعتقد ان الست مصريه بتستحمل اكتر من اي ست، يعني من اكتر من اي ست تانية، او اكيد انا متحيزه ليهم عشان انا منهم. هي بتستحمل، بس هي اللي بتربي صح؟ بتربي. فبتطلعهم ما بيستحملوش؟ لا بيستحملوا برضه، هو برضه في الاول وفي الاخر ركع على التربيه وركع على الست، هي بتربي ازاي؟ فلا انا شايفه ان الست المصريه بتستحمل جدا، بالذات في ضغوطات الحياه في مصر. لا بتقف جنب جوزها وبتسنده، وبرده جوزها بيقف جنبها وبيساندها. طيب خلاص ده رايك، اوكي. احكي لنا بقى كده، قول لنا، عرفينا كده، انت قررتي تعملي كده ازاي؟ وانت خريجه ايه؟ معاكي شهاده؟ متجوزه؟ مخلفه؟ بتسيبي البيت وتنزلي من الساعه كام للساعه كام؟ بتجهزي اي يعني احكي بقى. انا اسمي ريهام صفوت، عندي 27 سنه، متخرجه من كليه اداب قسم علم نفس جامعه حلوان، ومتجوزه بقالي 5 سنين وعندي بنتين. ما شاء الله. من اداب علم نفس لعربيه اكل صيني، ازاي جات لك الفكره؟ هو انا خلصت طبعا زي اي حد بيخلص، خلصت وخدت كورسز انجلش كورسز في كذا مكان، يعني من افضل الاماكن موجودين في مصر، واشتغلت في كذا مكان برضو من شركات كبيره، مرتبات عاليه وكل حاجه. بس لقيت ان انا يعني طاقتي ومجهودي بيتحرقوا في حاجه مش يعني حاجه مش بتاعتي. يعني انا بدي طاقه ومجهود وكويسه في شغلي، بترقى، بس في الاول وفي الاخر ده عائد للشركه اللي انا بشتغل فيها، مش عائد على حاجه شخصيه ليا. وانا من ايام الجامعه كان نفسي قوي اعمل عربيه اكل، يعني او مطعم او كده، بس بالنسبه لي كانت عربيه اكل عشان تكلفها طبعا اقل بكتير قوي. انت طول عمرك يعني بتحبي الطبيخ وكده؟ انا احب قوي المطبخ. بتحبي المطبخ؟ يعني سيبوني في المطبخ بجد والله. فكنت بحب ان انا اعمل كده في الجامعه. بس اشمعنى الاكل؟ كنت لسه هقول يعني بتحبي الطبخ، ما فكرتيش تعملي اكل مصري، فكرتي في الصيني؟ لا انا فكرت اكل مصري. ايه بقى الاول يعني فكرتي فيه؟ انا فكرت اصلا ده في الجامعه، فكرت اهلي قالوا لي لا طبعا برستيج والعيله وعيله العيله والكلام الكبير ده. فطبعا يعني الفكره خلاص انتهت من دماغي لما جيت بقى اتجوزت. كنت بتفكري تعملي ايه ساعتها؟ اكل ايه؟ كنت فكرت ساعتها، قلت بقى الحاجات اللي ماشيه مع المصريين بقى، الكبده والسجق والحاجات دي، ونعملها برضو بطريقه جديده. يعني علمناكي وكبرناكي وفي الاخر تطلعي على عربيه كبده وسجق وتشتغلي في اماكن كويسه، وفي الاخر قلت لهم. فخلاص طبعا الفكره انتهت من دماغي. اتجوزت بقى وخلفت، وخلفت بنتي الثانيه، وبشتغل عادي، بشتغل زي كل الناس في شركات. جيت بقى في وقت سبت الشغل وقلت لجوزي لا انا خلاص زهقت، انا عايزه اعمل حاجه مشروع ليا لوحدي. كان اول مره بقى يسمع مني موضوع العربيه ده، فقال لي انت عايزه تعملي ايه؟ قلت له عايزه اعمل عربيه اكل. وانا متاكده طبعا ان انا هلاقي نفس الرد اللي اتقال لي من قبلها بخمس سنين. فقال لي طيب وعايزه عربيه اكل ايه؟ قلت له يعني كبده وسجق والحاجات اللي ماشيه مع المصريين. قال لي لا، انت هتعملي عربيه اكل، يبقى تعملي عربيه اكل صيني. جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي بيشتغل في قناه من قنوات الراديو المشهور. أوكي. بيشتغل في الماركتينج. اوكي. فقلت فراح قايل لي لا هتعملي اكل صيني. قلت له هو بيحب الاكل الصيني؟ هو بيحب الاكل الصيني، وانا شايف بحب ان هو مش متواجد كتير، مش موجود عندنا اصلا في حلوان، وباسعار معقوله. بالظبط، واحنا عشان ناكله بننزل اماكن بعيده عشان ناكله. فانا اتعلمته في البيت وبقيت اعمله، فهو خلاص يعني بيحبه جدا. فقال لي لا احنا نفكر في حاجه تجذب الناس مش موجوده، ده هيبقى عليها الووكينج اكتر يعني. فقال لي لا انت هتعملي عربيه اكل صيني.
انا طبعا ما صدقتش ان هو كده. جه بعدها بيومين. بس بالوساطه دي قبل الفكره. يعني انا استغربت جدا. هو بصراحه متفاهم على طول، بس يعني في الجزء ده ما كانش في دماغي خالص انه يوافق. ده بعد الجواز بقى، عارفه انت قبل الخطوبه بيبقى حاجه وبعد الجواز بيبقى حاجه. الحمد لله. بس قال لي بعد يومين، راح قايل لي يلا احنا ننزل دلوقتي نروح نشوف الموضوع. عربيات دي انا عرفت الاماكن اللي احنا ممكن نعمل فيها ونروح. نزل معايا بصراحه، عملنا بقى صممنا العربيه، المقاسات، الالوان، كل الحاجات دي اختارها معايا. اللوجو انا اللي عاملاه، احنا العربيه احنا عاملينها من الف للياء، اللوجو احنا اللي عاملينه. وانت بتختاري الموقع اللي هتقف فيه العربيه، اخترتي موقع يعني استراتيجي بيبص على حاجات عنده ترافيك او مرور عالي من الناس؟ لا، هو انا يعني انا ساكنه في حلوان في شارع يعني فيه ترافيك، بس هو مش استراتيجي قوي. احنا عندنا منطقه مطاعم يعني موجوده، بس انا يعني قلت لا انا هنزل اقف قدام البيت. احنا عندنا بيت عيله، الله، ساكنه في بيت واحد. الله، ف ايه ده؟ ايه اللي على الشاشه ده؟ احب انا قوي بقى الحاجات دي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ده هنا قدام البيت عندنا، واحنا العيله كلها ساكنه في العماره، وانا ساكنه في العماره اللي جنبهم، اتجوزت وسكنت جنبهم. فانت حطاها جنب بيتك، قدام البيت، قدام المحل بتاع جدي. ما اتكسفتيش طيب بقى من الاسره والجيران في الاول كده هيقولوا ايه لا انا الاسره بقى لقيتهم موافقين ومرحبين، يعني سبحان الله. ما كنا عايزين نعمل في الاول، كانوا خايفين عليكي عشان ما تجيش عرسان. ممكن لما اطمنوا عليكي هتشاف اكتر يعني. لازم ممكن يقولوا بقى لا دي بقى معتمده على نفسها قوي، فلا لا احنا مش هينفع النوع ده. بس عملت بقى قدام البيت. بالعكس يعني عيلتي كلها، يعني مش مثلا مامتي وبابايا واخواتي، لا احنا ممكن العيله كلها. قعدوا اول يوم ده بقى سهرنا من قبلها، تنظيف خضار، تقطيع فراخ، تقطيع لحمه، كل الحاجات دي بيساعدوني، بابايا بيساعد معانا. اول يوم نزلتي كده في الشارع، ما الناس وهي معديه ما فيش حد، لا بيبصوا ويمشوا ويشاوروا عليكي وكده؟ لا يعني بيبصوا كده ويفضلوا بقى باصين لحد ما يبعدوا، بس ما حدش قرب عندنا. وانا ساعتها اكتئبت قوي بقى، اول نص ساعه دي ما حدش جه ولا اشترى اي حاجه، واحنا عاملين كنا ماركتنج قبلها على الفيسبوك طبعا. ما فيش اي حاجه. بقى بابايا واقف يقول لي لا ما تخافيش، وجوزي واقف ما تخافيش وكده. شويه لقيت بقى ناس جايه بقى تسال. بعد ايه بقى؟ نص ساعه. نص ساعه لقيت ناس بقى جت بدات تسال، بداوا يشتروا كده. والحمد لله بقى كل ما الناس تلاقي ناس زحمه فييجوا يسالوا فيجربوا، اللي ما جربش يجرب واللي جرب قبل كده يجرب. طب ريهام، احنا معانا دلوقتي هيثم ممدوح زوج ريهام. اهلا بيك يا هيثم. اهلا وسهلا، ازيك يا رانيا؟ اهلا بيك، ازي صحتك؟ ازيك يا رانا؟ الحمد لله. اسمي رانيا يا هيثم. رانيا، ازيك يا رانيا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا هيثم؟ اول مره اشوف، او مش اول مره، من المرات القليله اللي بشوف راجل متفهم ومخ متفتح قوي كده، ويوافق ان مراته اولا تخش في مجال زي ده وهي دارسه في كليه وكده، وبعدين تقف على العربيه في الشارع، وان هو يأمن ويطمن ويثق وكل حاجة ان المشروع ده ممكن ينجح، وان هي تقدر تقف وما يقلقش بالشكل اللي ممكن يعجزه، يعني ان هي يكمل في المشروع. فانت فعلا نموذج لطيف جدا جدا جدا. احكي لنا بقى ازاي الموضوع ده حصل. اولا يا ريهام، لما جت شرحت نفسها ليك وهي ظلمت نفسها شوية. والله يعني ريهام اصلا عندها طاقات مختلفة، يعني هي اساسا كانت سفيرة المزيكا في جامعة حلوان، بتعزف كورديون، بتعزف بورج، وانا هم قبل ما خطبتها عشان هي شخص ديبندبل، شخص بيعتمد على نفسه بشكل غير طبيعي. هي لما قالت لي الفكره انا رحبت، لان هم اصلا اوريدي هي جدها وقالتها اوريدي عندهم كونسبت او عندهم مبدا التجاره. نمره اثنين هي تحت البيت عندها فمش هيبقى فيه مشكله. نمره ثلاثه الفكره جديده طبعا، فكره جديده. فانا يعني اديتها كل الدعم. انا وقفت معاها في اول يوم بعد ما جيت من الشغل، ولبست المريال معاها وقلت لها ما تقلقيش، وقصه ان الناس ما بتقبلش الفكره دي، احنا بس عايزين نكسر الموضوع ده، التابو اللي احنا دايما خايفين نقرب منه. الصندوق اللي احنا قافلين نفسنا وحاطين نفسنا جواه ده لازم نخرج منه شويه. لان حتى حال البلد مش محتاج الناس تفضل عايشه في نفس الروتين، يعني محتاج هيثم انت ما خفتش عليها تتعاكس وتتعرض لحد يضايقها وناس تيجي تقعد تتريق عليها، وتبقى انت اهلها بتقول في نفس الشارع، يعني الدنيا هتقوم خناقه؟ لا انا بخاف على يعاكسها. على على لا برافو عليك، برافو عليك. طب هل
هل انت راجل يعني. هي 100 راجل، هي واضح انها شخصيه بجد قويه وجميله ومختلفه. طب انا عايزه اسالك سؤال يا هيثم، هل بعد الموضوع ده حسيت منها باي تقصير في شغل البيت، اي تقصير تجاهكم باي شكل من الاشكال؟ لا لا خالص، مفيش اي تقصير، وطبعا اكيد هيبقى في تقصير بس بسيط. بس انا طبعا مقدر وانت متقبله. انت متقبل ان يبقى في شويه تقصير نتيجه ان هي بتبذل مجهود في 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 شغلها يعني؟ انا شايف، ما مش انا بس اللي شايف، الناس كلها شايفه. وبعدين ابتدى الضغط بيبقى اكتر، ف يعني على فكره بعد الشغل انا عندي في شغل برضه عارفين القصه، انا بعد الشغل بقى ممكن احيانا بقف معاها وبساعدها زي افراد الاسره ساعتها، ما شاء الله لقيت طاقات متفجره في العيله كلها يعني. انت دلوقتي راجل بتاع ماركتنج يعني تسويق، هل التسويق اللي انت عملته لريهام قبل ما تبتدي المشروع ده حقق العائد اللي انت كنت منتظره من حمله التسويق اللي انت عملتها؟ والله هو جاب اكتر من المتوقعين بجد. طب انت كده شجعتني، انا هفكر انا في نفس الفكره. بس فالحمد لله الموضوع نجح بشكل غير طبيعي، وخصوصا الاكل بتاعنا برضو خفيف يعني، ما فيهوش صلصه، ما فيهوش طماطم، ما فيهوش، فالناس تعبانه يعني، الناس تعبت من حاجات الاكل التقليدي. التقليدي اللي هو كل يوم هو. وبعدين انا شايفه بصراحه ان الاسعار لطيفه جدا، ان الواحد ينزل ياكل وجبه ب 20 جنيه وب 25 جنيه في الزمان ده، بقت يعني حاجة مشجعة، ان هو بالعكس الواحد بدل ما هيجي لك مثلا مرة في الاسبوع، لا ده هيستسهل، لان الاسعار لما بتنزل بتغري الناس اكتر كمان. وفي نفس الوقت الاكل بيتي، فبيبان اصلا حتى في طريقة التقديم وطريقة الاكل كمان يعني. جيتي كلتيها تحس بفرق طبعا ما بينه وبين اكل اي محل يعني. طب الناس بعد ما تاكل مش هتحل يا هيثم؟ يعني مش هتقف جنبها بعد الظهر بعربية صغننة كده بتاعت اكل حلو؟ والله هي ريهام عملت حركة شريرة كده بمساعدة مرات خالها. عملوا حاجه اسمها كراميلا كده لطيفه. عندنا حلوه على الله. والله بجد بس ما جبتلناش الحلو. جبت جبتيه كمان؟ طب يا اوشي وميزو معلش شكرا. خلاص كده. عموما احنا عايزين بس نقول لهيثم يعني يا ريت، يعني انت نموذج بجد لطيف جدا ومشرف جدا بحقيقي لاي راجل بيقف، لشاب مصري وراجل بيقف جنب مراته وبيعملوا حاجة مع بعض حلوة خارج الصندوق. أرجوك تقول كلمة لكل الشباب اللي زيك ممكن فعلا يستفيدوا منها بناء على تجربتك اللي انت عملتها دي انت وريهام. ما بقول لهم بس نفس الكلمة اللي قلتها قبل كده، قلت لهم يعني ما حدش يحط نفسه في نفس الصندوق اللي احنا اتولدنا لنا نفسنا جواه. يعني فكر ان مش لازم تفكر في سلبيات الناس على قد ما تفكر ممكن في ناس على فكرة بتساعدنا. يعني احنا اول ما فتحنا يا ابني ازاي انا قلت لريهام، قلت لها بقول لك ايه، اي حد يقول لك كلمه سلبيه مالناش دعوه بيها، احنا هنشتغل لوحدينا ومش هنبص غير لنفسنا، يعني مش هننفذ غير لنفسنا. فاي راجل بعد اذنك لو مراتك عندها ربع فكره ساعدها. هيثم ريهام نكديه؟ ريهام نكديه؟ ايوه. لا ما عندهاش وقت تنكد اساسا. مين اللي بيسال عشان مش شايف بس؟ عشان مين؟ دي رانيا اللي بتسال مش انا، عشان انا شايفه ان هي مش نكديه. سؤال الخبيث. هو فعلا سؤال خبيث. ميرسي قوي قوي يا هيثم على مداخلتك معانا، وبجد بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. ريهام بجد انتوا كابل جميل جدا، انا معجبه جدا. ربنا يخليك. اتفضلي يا رن. لا انا معجبه برضو، بس ايه ساعات الراجل بيبقى بيدعم مراته علشان خاطر ايه يخلص. لا لا لا، من تون الصوت ومن طريقه كلامه، وان هي في الاول هي ما ادتش لنفسها حقها، تحسي ان حد براود، فاهمه ازاي، حد فخور قوي بمراته. وبجد ما شاء الله، الله اكبر عليكم، ربنا يحميكم يا رب ويكفيكم شر العين ويخليكم لبعض. احكي من الصبح كده او من بالليل بقى. انتي بتعملي ايه؟ بتجهزي الاكل؟ بتحضري الاكل ازاي؟ احنا بالليل ده احنا بنبقى اصلا موجودين في الشارع، لان انا ببدا بالليل، انا ببدا الساعه 7 بالليل. طبعا علشان ببقى مستنيه بقى البنات اللي بتيجي من المدرسه واللي بتيجي من الحضانه، فبنبدا 7 بالليل. خلصنا نطلع بقى الحاجه تتغسل طبعا كلها، والحاجات التانيه اللي احنا عاملين فيها الاكل اصلا. يعني كده بتبتدي من 7 تخلصي امتى؟ انا الحمد لله انا ما بكملش ساعتين في الشارع، يعني انا بنزل بلاقي الناس مستنيه. بلاقي ناس واقفه مستنيه. لا انت بتبتدي الساعه 7، ده 7 بالليل. 7 بالليل تخلصي 9 الاكل.
9 بكون اصلا خلاص خلصت. تطلعي بالحاجه دي، نطلع بقى تبتدي تغسلي الحاجات بقى اللي مش نظيفه والكلام ده، بتتغسل او في حد بيساعدني. أوكي. كل الحاجات دي كلها بتتغسل. بلاقي بقى مامتي في الوقت اللي انا تحت فيه بصراحه بتتعب جدا معايا، هي واخده بالها من الولاد، هي وخالتي يعني بتبقى قاعده بالولاد، وبتقعد بقى تنضف الخضار بتاع اليوم الجديد. يا حبيبتي مع اني عرضت عليهم كتير بصراحه ان انا اجيب. طب كويس انت عامله خطه اشغال للبيت كله، العماره كلها عامله يعني خطه. لو ما احنا بيت عيله فكلنا بنساعد بعض. ومش راضيين يخلوني اجيب اي حد يساعدني من بره يعني، بقول لهم. فوالدي يقول لي لا احنا كده عارفين بعض، الحاجه تنزل نظيفه كويس جدا، احنا ما نثقش في اي حد يجي من بره. قلت لهم طب يعني مقابل مادي اي حاجه؟ لا هم بس دعم. ما بياخدوش حاجه؟ لا 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 خالص. طب امال هيثم بيرجع من الشغل الساعه كام؟ هيثم بقى ممكن يرجع من الشغل على الساعه 8 يلاقيني طبعا بقى مسحومه، ومعايا اختي برده بتساعدني تحت ما بترجع من شغلها هي كمان. يقف بقى معايا، احيانا كنا مشغلين دليفري، كان ساعه الدليفري ما يجيش هو بيروح بالعربيه يوصل دليفري كمان. والله جميل قوي ده. فكان يعني كان هو بيجي. طب احنا عايزين ندوق. اوكي طبعا بعد اذنك بقى يا ريهام بقى، عشان احنا اتكلمنا كتير بصراحه وانا الكلام ده ما ينفعنيش. العربيه مسمياها ايه؟ شوكولولو. شوكولولو؟ اشمعنى شوكولولو؟ نسبة لبناتي حلا وشذا، احنا بنقول لشذا شوكو والحلا لولو، فما قالت لي لا انت بقى تسمي العربية بتاعتك شوكولولو نسبة للبنات. حتى الاسم جميل. مها خلاص اعصابها دلوقتي اعصابي تعبانة يعني جدا. مها بتحب الاكل وتتذوق. انا عايزاها اجيب لها اكل بسرعة لان هنا برضو عارفة المكان ضيق، فعايزاها. حاضر. على فكرة حلو قوي برضو ان البنات تفكر بره الصندوق كده. على فكرة انا كنت عاملة ديزاين لعربية فول. لا انت ما قلتليش قبل كده، ويبقى انت الكلام ده بتسرقيه مني خالص. لا علشان انا قلت القوشي وميزو نعمل مشروع مع بعض. والله أوكي. كنت وانت لما عرفتي ان احنا هنعمل مشروع بتقولي كده خالص. والله لا ده من قبل ما اشوفك بسنه. انت تعملي فول وانا اعمل طعميه. طب ما نقف احنا الاثنين. لا احنا قوشي وميزو وهنعمل عربيه لازم، مش انتوا وعدتوني التجمع الخامس ان شاء الله ويجوا لي زباين كتير، وساعتها اعمل دعايه هنا في القناه. طب خلاص ومحدش يقول لي حاجه. خليكي في التجمع وانا في المهندسين، هنحط اللوجو بتاعنا انا وانتي على العربيه اتنين كده هاني. ونسمي عربيتنا اللمه الحلوه، ايه رايكم؟ ما جنبي تحت رعايه قناه المحور. انا سامعاها جعانه بطنها بتكلمني. انت عارفه مها مش بتهزر، عارفه لو الاكل طلع طعمه نفسي بس الاكل في الاخر يطلع يعجبها. لا هيعجبنا. لا 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 هيعجبنا، بس انا صعبان عليا قوشي النهارده ان انا بس هاكل اكلكم وبرده اوعى تفتكري. والكراميليتو اللي انت بتقولي عليه ده ما هتغرمش كراميل، وانا بموت في الكراميل اساسا. اكيد هتسيبيه لها قبل ما تمشي. كيكه شوكولاته عليها كريم كراميل. النهارده قوشي وميزو عاملين سندوتشات همبرجر هتبقى حلوه قوي. برجر برجر وفراخ مشويه. اوه يا دي المشاكل. انا طبعا مش هاكل سبايسي حاجه، وانا عامله دايت فانا مش هاكل. لا هو الاكل الصيني خفيف جدا، مش بنستخدم فيه زيوت اللي هي بتاعتنا زيت الذره وعباد الشمس، لا بنستخدم فيه زيت تاني. فهو إيه اصلا من الاكلات الخفيفه اللي زيت ايه؟ زيت السمسم. السمسم ده اللي زيت السمسم. زيت السمسم يا مفتريه خفيف. لا يا مفتريه. احنا مش بنحط برده. طب ما تكلميهاش بقى وهي هناك علشان الاضاءه هناك يعني ايه، يا دوبك جايبها لنا كده في عشان العربيه فيها رف فمخبي وشها. الله. يا قلبي كان نفسي تجيبي شوب ستيكس بقى ونقعد بقى تصوري ان الاكل بجد يا رانيا والله العظيم الاكل الصيني لما بتاكليه بالشوكه غير لما بتاكليه بالعصيان قصه تانية خالص. بس مش كل الناس بتعرف تاكل بالشوب ستيكس. ما انا عارفه طبعا، بس اللي بيعرف ياكل يعمل ايه؟ ونجيب بقى شوب ستيكس. يا قلبي. حاجه فيهم فيها سكر؟ السويت اند ساور لا مش عند حضرتك، اصل انا حطيت لكم كل واحد نوعين مختلفين. مش عندي؟ لا 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 لا. اوبا ده سبايسي. اوبا سيبيهولي. طيب خلاص انا سبتهولك. والتاني ده ايه؟ سبايسي تخبل. انا نفسي الناس تدوق معايا. هاتي ده بقى. لا اساسا النهارده بناكل على الهوا. بجد بجد تسلم ايديكي، بجد طعمه حلو قوي. هو بس دافي شويه. انا قدامي رز من التكييف. الكراميلا بقى سيبني بقى اكل، انا هقعد ارد عليكم. طب انت مش هتكبري المشروع ده؟ اكيد فكرتي تكبريه. فكرنا نكبره. بس هيبقى عربيات بقى. طب انا عايزه عربيه منهم فرانشايز يعني. بتفهمي ايه يا روني؟
هاجي دوقي ده. في حاجه عندك هنا دي حرقه. دي حرقه انت عندك هنا حاجه حرقه؟ لا اللي هناك دي حرقه. خدي طب شوفي. ماشي لا خلاص مش عايزاها. الله لا احنا قاعدين بناكل. خلاص حلو قوي. احكي لنا بقى بجد. طب مش ممكن تدينا وصفه صيني سهله؟ الطبق ده عباره عن ايه؟ نودلز. نودلز ده مع حضرتك السبايسي ده سبايسي تشيكن وسبايسي بيف بالصويا صوص مع حضرتك رز. الرز ده بيبقى عليه بيض بيتعمل كده بطريقه معينه ما تشوفيش البيض اصلا وحضرتك بتاكليه. وسويت اند ساور وكاري. اوكي ده اللي فيه سكر بقى. سويت اند ساور ده فيه سكر. الفراخ المسكره والفراخ بالكاري. دي اللي بالكاري. دي بالكاري. ودي ايه بقى اللي معاها؟ حضرتك فراخ ودي فراخ حلاقه. وعند حضرتك لحم حرقه وفراخ مسكره. تسلم. سامعه بيقولوا لي ايه؟ بجد سامعه. والسمبوسه بيقولوا لي المخرج قال لك لقمه وتتكلمي على سمبوسك بدل بقى السبرينج رولز. قلنا لازم برضو الطابع المصري يضغط علينا. فقلنا بقى لا نشيل سبرينج رولز وعملنا سمبوسك. بتعملي سمبوسك ده اكيد بالخضار طبعا. ده محشي بطاطس مهروسه وجبنه شيدر وزيتون مفروم. وايه كمان مفروم؟ وزيتون مفروم. زيتون مفروم. دي خلطه ماما. اخضر ولا اسود؟ لا اسود. اكيد طعمه يجنن. اكيد طعمه يجنن. والهنا والشفا. طب افرضي دلوقتي العربيه دي. ايوه اتكلمي يا رنا. يعني اتكلمي يا رنا. ما عندكيش استعداد ان انت تعملي منها كذا فرع ولا ما فيش امكانيه ان حد تثق فيه يوقف؟ هي اول حاجه تجهيزات احنا بنعمل في البيت. فمتجهزات البيت يعني كنت هقول لك كله بتجهزيه في البيت؟ كل حاجه بجهزها في البيت. فبنقعد اصلا بقعد بقى اعمل يعني وقت كبير طبعا لان الحلال ما بتبقاش كبيره قوي اللي احنا بنستخدم فيها الاكل. فبنعمل كذا مره كذا مره على البوتاجاز. فاحنا ما عندناش تجهيزات. انت بتنزلي بكميه قد ايه؟ لا ده انا بعمل يعني انا كل يوم لما تخلص الكميه اللي معايا كل يوم بزود عن اليوم اللي قبله علشان يعني ادي فرصه لنفسي اطول اني اقف في الشارع. لا برضو يعني الحمد لله يا رب. لا يعني مثلا لما بتيجي تعملي رز تعملي قد ايه رز في اليوم؟ مثلا في اليوم بعمل رز 10 كيلو. 10 كيلو رز في اليوم؟ 10 كيلو. هو اكتر النودلز مطلوبة اكتر ولا النودلز عليها اقبال اكتر فانا بزود النودلز جدا. يعني ممكن اعمل مثلا 15 كيلو في اليوم النودلز. 15 كيلو ده كميه كبيره جدا. طبعا اول ما تخلص طبعًا. الرز طلب عليه قليل قوي. بقى ما النودلز تخلص الناس بقى تبدا خلاص بقى فتقولي طب خلاص اوكي حطي لي رز. بالظبط. انت عارفه طول عمري بفكر في ايه؟ ازاي المطاعم عشان ما تبيتش الحاجه تقدر تحسب الكميه اللي هي محتاجاها في اليوم فعلا وتنفذ يعني. فاهمه ازاي؟ احنا حسبنا على اساس اول يوم يعني. اول يوم عملنا كميه على اساس اللي اشتغلناه اول يوم وتاني يوم مثلا عرفنا بعد كده كميه. طب لما بيتبقى افرضي انه تبقى. انا الحمد لله لحد دلوقتي مش بيتبقى اي الحمد حاجه. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. بس انا عندي لو اتبقى احنا ما بناكلش الاكل الباقي. بيتهيألي في يوم من الايام لو في نفس الشارع او شارع تاني بقى خلاص شوكولولو بقى يبقى اتعرفت شوكولولو تعملي محل مطعم شوكولولو براند. يبقى مطعم شوكولولو بس هفضل محتفظه بالعربيه. ولو فتحت اكتر من مطعم هعمل عربيه بنفس اللون. تبقى واقفه قدام المطعم. لازم تبقى واقفه قدام المطعم. طبعا يعني عشان وبعدين ادخل اطلب جوه. بيقولوا ما ينساش اصله برضه. ايوه برافو عليك. لازم العربيه تكون موجوده. برافو عليك. البورد برضه لازم تكون موجوده. يعني انا فكره البورد دي فعلا عجباني جدا قوي. مش بشوفها غير بره بس. الحمد لله. بس في برضه بايكس كتير في مصر بيستخدموا برضه البورد. ممكن علشان انا يعني انا بالنسبه لي حاجه جديده برضو على الناس ان هي يبقى المنيو موجود على بورد. مش مكلفه لو انا غيرت الاسعار في اي وقت. احنا طبعا بنبقى معرضين ان احنا نغير الاسعار في حاله لو حاجه غليت علينا طبعا. فبنمسح بس السعر وبتروح الكبه الجديد. لكن لو احنا طابعين منيو. ريهام اكتر زباينك مين؟ يعني الشباب الصغير عيله مثلا تيجي تقول لك بقى بدل ما نطبخ النهارده نيجي فاهمه ازاي ناكل عند ريهام. انا عندي يعني عندي كل الاعمار. ممكن من اول صغيرين بيبقوا بس الاكتر الاكتر شباب من سننا. وبيجي لي بقى كمان ناس كبار. يعني كان في راجل جه كبير في السن جدا ما يعرفش اصلا الاكل الصيني. قال لي لا انت علشان واقفه في الشارع انا لازم اشتري منك ولازم ادوق منك الاكل. جيبي لي ثلاث وجبات من اي حاجه موجوده عندك. قلت له طب في كذا وفي كذا تحب حضرتك تدوق ايه؟ يقول لي جيبي لي من كل اللي عندك.
لا في ناس كبار بيجوا علشان يعني يدعموا المكان اللي انت واقفه فيه، في جنبه مثلا مدرسه او جامعه او كده ولا اي حاجه؟ لا مفيش مدرسة ولا جامعة جنبي ولا أي حاجة. بس أنت المفروض تفكري إن الموقع ده أكيد يعني يجيب لك زباين أكتر. إن أنا أروح ما شاء الله، يعني أنا مش عايزة أسألك، بس أنت العائد المادي اللي بيطلع لك يومي أنت شايفة إن ده أفضل من الوظيفة؟ أه الحمد لله بجد والله؟ اه انا حتى لو اكيد اريح لك يعني. هو مش اريح يعني قصدي يعني بتنزلي تحت حاسه ان الحاجه بتحبيها، حاجه بحبها وحاجه بتاعتي. انا حتى لو العائد صغير بس هو على المدى البعيد ان شاء الله هيبقى كبير باذن الله يعني. وفي الاول وفي الاخر دي حاجه بتاعتي، مهما تعبت فيها حاجه في الاخر راجعه لي. حاسس انك بتكبري حاجتك. يعني حاجه في الاخر راجعه لي انا، حاسه ان هي بالنسبه لي افضل من الوظيفه بكتير، في ان هي في الاخر حاجه راجعه لي انا. يعني انت بتاخدي تجهيزات وواقفه في الشارع قد ايه؟ على من يومك بتستهلكي وقت قد ايه؟ اليوم هو انا كده كده خضار بيبقى جاهز ومتقطع وكل حاجه متنضف ومتقطع زي ما قلت لكم عشان العيله بتساعدنا في الموضوع ده، فده بيبقى جاهز. انا بقى باخد مثلا في الاكل ببدا مثلا الساعه 12 ونص الظهر، اخلص على 7 الا ربع، بنادي بقى ناس بتساعدني بينزلوا الحاجه تحت على ما ننزل. وهيثم على ما بيرجع من الشغل بيقعد هو بيقف معايا مثلا ساعة مثلا اللي هو بقى بكون خلاص قربت اخلص ساعة مثلا، يقف بقى يسبورتني لو انا عايزة اريح شوية. يسبورتني يسبورتني حلو قوي، يسبورتني دي عجبتني جدا فرانكو. او يسبورت مي يسبورت مي اي سبورتني يعني يساعدني. فبيقف معايا بقى شويه لو انا عايزه اريح او حاجه، بس انا برده يعني زي ما بيقولوا مش بيجي طقطان ابدا. مش حاسه ان ضميرك وجعك مقصره ناحيه البنات ولا حاسه وخصوصا ان انت بتقولي متجوزه بقالك 5 سنين يعني تقريبا عندك 3 و2 مثلا. عندي بالظبط 3 سنين وسنتين مثلا. 3 سنين ونص وسنتين فعلا يعني اكيد. لا هو يعني ممكن الواحد طبعا يكون مقصر شويه، بس انا بحاول ان انا في ايام اجازتي نخرج مثلا سوا. تاخدي اجازه امتى بقى من العربيه؟ باخد اجازه يومين، 3 و4. 3 و4؟ 3 ده عشان اريح لان انا طبعا بعمل اكل لوحدي وبقف لوحدي. الاربع ده عشان نجهز بقى للويك اند اللي هو خميس جمعه سبت. دول بيبقى الاقبال فيهم اكتر. بيبقى الاقبال فيهم اكبر بكتير، فبنبقى محتاجين نعمل كميات هائله يعني من الاكل. فالبنات بقى بحاول ان انا اخرج معاهم في الاجازه، ممكن بقى وانا طالعه اجيب لهم حاجه حلوه، اللي هي الحاجات الرشاوي اللطيفه بتاعت الاطفال دي يعني الواحد كده. بس انا بحاول يعني. عمر الاكل باظ منك؟ لا الحمد لله. بس يا ما لازم تدويها عشان احنا بنحكم دلوقتي. باظ ان هو اللي هو شاط يعني او كده ولا باظ باظ؟ باظ باظ يعني اتحرق. اللي هو شيطان او حرق. اول يوم اتحرق مني دي العين بقى، العين صابتني. اول يوم ما كنتش لسه نزلت ولا اي حاجه، قعدت اعيط بقى اول يوم لسه ما فيش اي حاجه. راح هيثم جوزي ومامتي قالوا لي ولا تعيطي ولا اي حاجه، خلاص انت كده اقفليها وسيبيها على جنب، طلعي بسرعه اللحمه الثانيه. وقفوا هم عملوا اللحمه، هو وماما قعدوا يعملوها ويسووها يعني كده. بس هادي هيثم برضو يعني. لا هادي جدا، يقول لي ولا تعيطي ولا اي حاجه، انت كده بتوتري نفسك. وقالوا لي براحه، عملناها وكده، وقالوا لي بس زودي الكميه في الفراخ الموجوده على اساس اللحمه خلاص بقى قليله لان في منها باظ. وفعلا عملت كده والحمد لله اليوم عدى. بس الهدوء ده يعني هو هيثم. ربنا يخليهم لبعض بجد. هو هيثم برج ايه؟ برج الاسد. وانتي؟ العقرب. ده تمام، احلى حاجه في الدنيا. ما شاء الله عليكم الحمد لله. وبجد انتوا عاجبيني قوي وتشرفوا، نموذج هايل للبنت المصريه ونموذج هايل للرجل المصري. وأكلك وباي باي باي يا ريام عشان هلحقك. واكلك هايل. ما احنا لسه هناكل تاني. لا ما انا خايفه، اصل انا هاخد الاكل. خديهم تيك هوم بالهنا والشفافه ده. طيب انت اللي هتقدمي التقرير. ريام بنشكرك جدا. واي اي خطوات عايزه تاخديها قدام انا معاكي. خلاص عندك شريك؟ هتجيلي؟ لا شريك ايوه هتجيلي بقى طبعا. هجيلك حلوان حلوان، مضطره اضحي بنفسي، هروح حلوان. تشرفيني تشرفيني حضرتك. هروح حلوان هجيلك. ان شاء الله تشرفيني. احنا هنسيبكم.